السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. رانا 28 سبتمبر 2019. يا شعب الجزائري العربي المسلم، ندير لكم هذا الفيديو قصير برك على الأحداث اللي صارت البارح في المسجد تاع العاصمة تاع ميسوني في صلاة الجمعة. أنا ما كنت حاضر على كل حال، ولكن يعني حضرت شحال من خطبة للإمام هذاك. والإمام هذاك خاوتي يعني أنا كحضرت في الخطب تاعو يهضر بالعلم خاوتي، عمرو ما هضر حاجة من راسه، كل ما يهضر كلام يربطه بأحاديث أو يربطه بآيات أو يربطه بأقوال علماء، يعني ما جاب حتى حاجة من راسه. لكن لفرانكو بارباريس شتوك فاش يعني خرجوا على الإمام، وهنا يعتبروا خوارج خاوتي، باسكو الخوارج هكذا بداوا يخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وبداوا يديروا في الفتنة حتى صراو الصراف هذاك العهد. المهم خوتي لازم تعلموا حاجه، باللي الاعداء تاعنا راهم اللي بداو يخرجوا كاع واش كاين في قلبهم، بداو يخرجوا في نيه السوء تاعهم اللي هي ضد الاسلام وضد العروبه وضد الوطن. هاد الناس حابين يعيشوا معيشه العلمانيين، معيشه الفسق خوتي، ولقاو حجه قال لك زعما الامام يتكلم في السياسه، والامام من حقه باش يتكلم في شؤون العامه ولا في امور هكذا اجتماعيه ولا حوايج صراو في البلاد، من حقه يتكلم ومن حقه ينصح. بصح هما كانوا يستناو في الامام يطلع في المنبر ويقول لهم ديجاج قايد صالح، ولا كانوا يستناو فيه يقول لهم مدنيه ماشي عسكريه. يعني هما سفهاء، هما معروفين بالسفه على كل حال، معروفين بالخبط بالجهل. يعني واش داروا البارح؟ عمل تاع جهاله على كل حال، وهذا شيء مفروغ منه خوتي. وانتم يا الشعب الجزائري لازم تفتخروا بالعروبة تاعكم، ولازم ما تصدقوش بهذه الكلمة ولا هذه الفكرة تاع سكان الأصليين خوتي. لازم نحاربوا هذا الفكر تاع سكان الأصليين، يا احنا كاع جزائريين يا نبقاو هكذا يعني نحاربوا فيهم حتى إلى يوم الدين. لازم ننصروا الحق مهما كان تامن ومهما كلفنا تامن خوتي. والحاجه الغريبه واللي تحير خوتي باش تشوفوا السفه تاع لي فرانكو بارباريس تاع لي فرانكو كابيل، ما يتيقوش في المؤسسه العسكريه بصح يتيقوا في السياسيين وفي المدنيين. معليش حنا ما يقولوا المؤسسه العسكريه كانت مع العصابه، معليش صح كانت مع العصابه، والسياسيين اللي كنت تبعوا فيهم مع من كانوا؟ ما كانوش مع العصابه. كاع السياسيين اللي كنت تبعوا فيهم الان اللي راهم يخرجوا للحراك كاع كانوا عندهم مناصب مع العصابه وكانوا يخرفوا مع العصابه، وراكم تسفهوا فينا ولا كيفاه؟ انتم ما بيكم لا الجيش لا والو، انتم بيكم الدستور يتعاود وتنحيوا الماده من الدستور اللي تقول الاسلام دين الدوله، هذا واش يهمكم؟ على خاطر شو كان جيتوا الصح ما تتبعوش الناس اللي مشاو مع العصابه، راكم ماكمش تتبعوا فيلم يمشوا فيكم يبردعوا فيكم. المهم خاوتي حنا حان الوقت باش نتكلوا على روحتنا وما نتكلوا على حتى واحد، نتكلوا على الله عز وجل وعلى انفسنا باش حنا بيدنا التغيير خاوتي. بالوعي لازم نشر الوعي. الناس هذو لما يقولوا حنا سكان اصليين نحاربوهم، ولازم ننحوا لهم هذا الفكر، دراع عليهم يتنحى هذا الفكر باذن الله. لازم نحاربوا هذا الفكر تاع السكان الاصليين، حنا كلنا جزائريين والجزائر عربيه، وصافي با دير عربيه صافي، حنا جينا من السعوديه ولا من اليمن خاوتي، حنا عرب تاع الحوض البحر الابيض المتوسط. وكما راكم تشوفوا خاوتي الاغلبيه لم يخرجوا في الحراك خاوتي، ما عندهم حتى فكره على واش صاري في البلاد خاوتي. راكم تشوفوا في الشعارات تاعهم، شعارات تاع يعني بديهيه، شعارات تاع جياحه، يعني حتى الشعارات اللي باش تطلب حقهم ما يعرفوش يديروها. يعني ناس شباب تاع سطاد راهم يخرجوا فيه. بون باش نزيد نذكر خاوتي باللي احنا الجزائريين بزاف جزائريين تجيهم الجمعه ثقيله، هاد الناس جاتهم الجمعه ثقيله، بالجمعه يخرجوا يطبلوا ويشطحوا وشعارات تافهه، والحمد لله على كل حال راهم لك ولاو حاجه قليله قليله يعني ما تقدروش تيماجينيو. وحنا يعني النصر هو ليك يعني بيدينا ان شاء الله خوتي، هو بالوعي خوتي، ولازم نحاربوهم ونقطعوا لهم كل الطرق بالوعي خوتي، بالوعي حتى نلحقوا الانتخابات ان شاء الله، ويكون هذا هو النصر العظيم ان شاء الله. ونبقاو توجور خوتي تاكلين على رواحتنا وما نتكلوا على حتى واحد، ونقعدوا في هذا الطريق باذن الله
حتى الله عز وجل يجعل لنا مخرج. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خوتي هذا لاني فيلمي في هذا المطار تاع العاصمة، والسلام عليكم.